والابن والروح القدس العالم. عنوان النهارده عن الخدمه السب تايتل بتاعنا كده غريب شويه، وهي ايه بس هنقراها بعد شويه. عنوانها كده الاختراع مخترعات. ربنا قال كده في سفر الخروج اصحاح 30 ان هيجيب ناس تعمل ايه؟ اختراع مخترعات. خليني ابدا معاكم بقصه تاريخ الكنيسه يمكن مش فيها كتير. بعد ما جه القديس الملك البار او الامبراطور قسطنطين الكبير، اللي هو اول واحد اصدر مرسوم مهم قوي في تاريخ الكنيسه اسمه مرسوم ميلان سنه 312، يسموه مرسوم التسامح الديني. يعني قبل القرار ده كان المسيحيه ديانه محرمه في الامبراطوريه الرومانيه. قسطنطين الكبير 312، عندنا عيد في الكنيسه على فكره في السمسار يوم 10 يونيو، سوري 10 بقونا، بنقول التذكار الخبر وصل لنا يوم 10 بقونا، ففرحنا ان المسيحيه بقت احد ديانات الامبراطوريه الرومانيه. بعد كده سنه 381 الملك سقدوس الامبراطور سقدوس الكبير اعلن ان المسيحيه هي الديانه الرسميه للامبراطوريه الرومانيه. القصه بتاعتنا في ايام الملك قسطنطين بداوا يبنوا بقى كنائس كبيره لان المسيحيه صارت احد الديانات المسموح بها. فبيحطوا كده زي ما انتم بتشوفوا طبعا على باب الكنيسه حجر كبير كده بيقولها بنيت في عهد الامبراطور العظيم فلان الفلاني. لقوا ان كل ما يحطوا بيعطي خاص بدماغ الشغل والملك هيجي يفتح او الامبراطور هيجي والكنيسه هتيجي والبطله تيجي، لقوا ان اليافطه اتشال او الاسم اتغير واتكتب اسم واحده اسمها افروسينا قديسه في الكنيسه، عندنا ثلاثه قديسه في الكنيسه اسمهم افروسينا. ايه قصه افروسينا ديت؟ حطوا كده اول يوم، ثاني يوم تتشال اليافطه وتتحط تاني حتى يتقع. بداوا يسالوا بقى فين افروسينا دي اللي عماله تشيل اليافطه وتحط اسمها بدل اسم الامبراطور. لقوها ست غلبانه خالص لا تملك شيء غير انها حبت تساهم في بناء الكاتدرائيه. تعمل ايه؟ بقى تجيب صفيحه ده اللي تملكه تملاها ميه وتسقي الحصنه والحمير يعني المؤاخذه اللي بتجيب المواد البناء للكنيسه تاكل العباده. فالله عايز يقول كده ان هو شايف ان دي اسمها اتحط احسن من اسم الامبراطور. كنا الاسبوع الجاي عاملين المينستري فير، مش الهدف انه همسك ميكروفون واوعظ ولا همسك خدمه ايه، ممكن اكون هعمل اصغر حاجه في الكنيسه، ولكن اصغر حاجه دي هتبقى عند الله كتيره قوي وكبيره قوي. عشان كده بشجع الكلام اللي هنقوله النهارده بيشجعنا كلنا انه كلنا نشارك. مفيش واحد فينا ما عندوش موهبه، مفيش واحد فينا وقته مزنوق قوي، كلنا جسد واحد. هنشوف دلوقتي كلمه الله هتقول ازاي العمل اللي عملته القديس افروسينا ده ما كانش عمل قليل ولا صغير، لكن عمل امام الله كان اعظم من عمل الامبراطور. تعالوا نبدا كده اول قرايه ونقرا مع بعض. نفتح افسس، احنا درسنا افسس طبعا قعدنا 13 اسبوع، هناخد بس ايتين ثلاثه، افسس 2 وافسس 4، هنقرا ايتين من دول وايتين من دول. افسس 2 بولس الرسول بيقول كده مفيش حد فيكم ما ينفعش ما يشتغلش، واللي مش هيشتغل هيبقى زي كده عضو ضامر في جسد. يقول لنا ايه في الاصحاح الثاني من اول عدد 19، يقول لنا كده فلستم اذا بعد غرباء ونزلا بالرعيه مع القديسين واهل بيت الله. مفيش حد فينا في بيته ما بيعملش حاجه. يمكن تكون بتعمل اقل واحد في البيت ماشي، بس بتعمل حاجه. ويمكن الحاجه الصغيره اللي بتعملها دي ان كان الشكل الخارجي صغيره لكن مهمه. فبولس بيقول لنا انتوا اهل بيت الله، ده بيت الله يبقى انتوا اهله. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا له دور. مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. يعني لو انا مش راكب في الجسد ده انا ايه؟ مش هعرف انمو ولا هبقى مقدس. فالموضوع مش موضوع اختياري، اللي عنده وقت فاضي يجي يخدم، الموضوع اجباري. يا اما انا عضو حي في جسد مركب لكي يكون مقدس، يا اما انا مشكله خالص. يكمل لنا ايه؟ الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا الله. عايز يقول ان انت بقى مش بديك اختيار، انت جوه. انت جوه هذا الجسد فلازم تعمل حاجه جوه الجسد. تعملها ازاي؟ تعملها زي ما هنتكلم بعد اي بحب لصاحب البيت. وده ضايقني وده غلس عليا وده كشر في وشي وده زعق لي، انا بعملها لمين؟ لصاحب البيت.
نقلب الصفحه ونقرا في نفس الاربعه. بولس يقول لنا كده تاني، مش كلكم زي بعض، لكن مفيش واحد احسن من التاني. يقول لنا كده بعد 11: وهو اعطى البعض ان يكونوا رسل، والبعض انبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين. ليه؟ لاجل تكميل القديسين. يبقى كل واحد يعمل حته يكمل الجسد. افتكر مره رحنا هناك، كان مؤتمر بتاع اباء كهنه من حوالي 6 سنين، وكانوا عمال النظافه عاملين اضراب. لا تتخيلوا ريحه البلد كانت ايه. مش في الشارع، مش بنقول ان في شغلانه قليله وشغلانه، مفيش حد مش مهم. اصغر شغلانه زي اكبر شغلانه، ده مهم وده مهم. يكملوا لنا كده: لتكميل القديسين لعمل الخدمه لبنيان جسد المسيح. طب انا مش هعمل ده، يمكن العمود ده حاجه تافهه، هشيل ده ارجعه مكانه. بكره في مدرسه في الكنيسه هلاقي العيال ممكن يتخبط في ده. حاجه صغيره قوي، لكن الله بيقول لو ده دورك لازم تعمله. عشان كده هو بياكد لبنيان جسد المسيح، مفيش حد في الجسد مش هيبنيه. وده شرف لينا، لان الله يأتمني يبقى عضو في جسده، وان الله يأتمني ان اكون لتكميل جميع القديسين. يكمل كده يقول طب هنعمل ايه؟ لو عملنا كده يحصل ايه؟ الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانيه الايمان، معرفه ابن الله، الى انسان كامل، الى قياس قامه المسيح. مش عايز واحد فينا يبقى مش ماشي في اتجاه انه عايز يبقى كرايست لايك، على صوره الله ومثاله، الصوره اللي ربنا عادها لنا في المعموديه كل يوم بتتجدد في حاجه زي كده. يبقى الكفاءه الاول ان مفيش حد معاك، ومفيش حد عضو في الجسد مش هيعمل حاجه. تعالوا بقى نشوف اختيارات الاختراعات ايه. نفتح كده مع بعض خروج 31. سفر الخروج ربنا ورانا ازاي اتعمل معجزه يخرج الشعب، لكن محتاجين نعبد. احنا كنا في مصر مفيش عباده، كنا بقالنا 430 سنه ماسكين، عايزين وقت نعبد صح. فبدا يقول لهم هنعمل خيمه الاجتماع 31 يعني. هنعمل خيمه، وربنا وراها لموسى وقال له بقى التفاصيل اهي، حته حته بالمقاس باللون بالشكل بكل حاجه. جه في 31 قال كده، خروج 31: وكلم الرب موسى قائلا: انظر قد دعوت بسلائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الحكمة، من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. دي جاية بقى بتاعتنا كلنا. لاختراع مخترعات، ليعمل في الذهب والفضة والنحاس. هو مش عارف يعمل ايه. قعد موسى يوصف له ويديله أبعاد وهو يفكر. كل واحد فينا قعد وانا هعمل ايه الأسبوع الجاي؟ أكتب اسمي في أي حاجة. الله بيقول كده: اطلب روح الله وهيديك تخترع اختراعات. الخدمه الحقيقيه او الخدمه اللي احنا محتاجينها مش الحاجه التراديشنال، واحد يوعظ واحد مش عارف ايه اوبشن ماسك، عندنا كتير قوي. لكن الحاجه اللي بعد كده اللي مش باينه اللي اجرتها كبيره زي القديس افوسينا، دي اللي احنا عايزين كل واحد ايه يقول يا روح الله كده ارشدني لكي اخترع مخترعات. هعملها ازاي مش عارف، بس هو عارف يقول لي. زي ما قلت لكم مره قبل كده، الله بيقول ان في خدمات كتيره جدا في السر وخدمات كتيره جدا في العلن. هتعملها ازاي وانت تخترع اختراعات؟ يكمل يقول لنا كده: ونقش حجر حجاره للترصيع ونجاره الخشب ليعمل في كل صنعه، وها انا قد جعلت معه اهولياب ابن اخي سيماك من سبط دان، وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمه ليصنعه كل ما امرته. تعالوا نقرا اخر حاجتين. مفيش حد مش هيشتغل. وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمه ليصنعه كل ما امرته. الامر جه لموسى، لكن موسى في الاخر مش هيعمل حاجه. موسى كان ربنا مصفق قلبه، انت هتقول لهم اعملوا ايه. لكن كل واحد الله جعل في قلبه حكمه ليصنع. عايزين نصلي كده الاسبوع ده كله لحد يجي الحد الجاي: يا رب هتثقل قلبي بايه عشان اخترع اختراعات، مش هعمل عمل عادي. صدقوني لو بنقدم سندوتش لحد عمل غير عادي، الضحكه اللي هتبقى على وشي والسلام، السؤال يفرق كتير قوي مع الناس. صدقوني في ناس بتيجي بالشهور محدش يقول لها انتوا فين؟ ويمكن قاعد جنبي كل يوم ولا كل اسبوع في نفس الدكه في الكنيسه ولا في نفس الدكه وانا قاعد بفطر ما قلتلوش حاجه. الاختراعات دي
مش حاجة خزعبلية ولكن حاجة ما حدش يعرف يعملها غيرك أنت وغيرك أنت مع فلان ومع فلان ده. بيقول لنا كده ما تجوش وأنتوا مش مصدقين أنتوا هتعملوا تخترعوا اختراع. بس خلي بالكم إذا كانت إحنا مصدقين ده بيت الله وإحنا أهل بيت الله زي ما قال لنا بولس الرسول، هو بقى عامل إيه ربنا؟ هي ديزاين، هو صمم كل واحد بدور. تخيلوا كده لو احنا مثلا قاعدين في قاعة مثلا 200 واحد، خمسة هيشتغلوا والباقي هيتفرج. عملنا ايه؟ عملنا خمسة على 200 من الشغل اللي ربنا عايز يعمله. طب لو ال 200 اشتغلوا تبقى حاجة تانية خالص. ده اللي بيشاور عليه باستمرار، ان كل واحد قد ملأته، وده مش عمل انسان. لو صدقوني حقيقي نظف دورات المية، ده مش عمل طبيعي، ده عمل الله فيا، قد ملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة. ده اللي ربنا بيقول لكل واحد فينا. لو أنت مصدق إن أنت هيك الله، وأنت مصدق إن أنت هيك الله، يبقى أنا مليان بكل معرفة وحكمة وفهم. ليه؟ لبناء على الله. تخيلوا كده إن الاسم زي ما قلت لكم كده، القديس الأسطورة استغرق وقت طويل قوي يشرح لنا معاني الأسامي. الراجل اسمه إيه العظيم الأولاني ده؟ بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا. بصلائيل يعني ايه؟ في ظل الله. واحد ما هوش مكان غير تحت جناحي الله. يعرف يعمل حاجة مش حسب قلب الله؟ ما ينفعش. بيقول كده، لو انت بتقول انا خايف ومش نافع وعمري ما عملت حاجة وانا ماليش لازمة، بيقول كده تعالى تحت ظل الله وشوف ايه اللي يحصل. بصلائيل ظل الله، تحت ظل الله. أوري يعني نور. النور اللي جاي هو قال كده قد ملأته، أنا عملتك نور، أنا أحط في قلبك وفكرك ومشاعرك نور أنت ما تعرفوش. ابن حور، حور يعني حرية. خلي بالك من يأتي تحت جناحي الله تمتع بالنور، والنور دوت يديله حرية. حرية إيه؟ حرية مجد أولاد الله. يعني هعمل إيه بالظبط؟ يقول بس تعالى. تعالى قول أنا ريدي وشوف أنا هعمل فيك إيه. شوف أنا أحط في قلبك وفكرك وفي مشاعرك اخترام واخترعات. تخيلوا كده واحد زي بصلائيل يقول له تعالى بقى اعمل اللي انت ما شفتوش. طب اعمله ازاي؟ انا هسلم الله والله هيعمل بيا. عشان كده يقول له بس انا هجيب لك واحد يساعدك. يقول له كده بعد 6 وهنا قد جعلت معك اهيوليآب ابن اخي سماك من سبط دان. اهيوليآب يعني ايه؟ خيمه الاب. انه اللي هيساعدني ناس، هو الأول بصلائيل يعني في ظل الله تحت مظلة الله، اللي هيساعدني كل من هما من هم في خيمة الآب. تبرناكل أو شهادة الله اللي كانت موجودة دي بتقول إن كل دول أعضاء حية في جسد المسيح. مفيش حد مش تحت خيمة الله، مفيش حد مش تحت مظلة الآب. عشان كده النور جاي من فوق، مش أنا أذكى وده معندوش ذكاء زيي، مش أنا أشطر وهو مش شاطر، مش كده خالص. وأخي سماك معناها إن في حاجة اسمها أخو الشدة أو أخو القوة. الراجل اللي يحش جوه الخيمة ده مش هيعمل حاجة لوحده، عنده إخوات كتير قوي كلهم إخوة الشدة، إخوة القوة، اللي بيشجعوا بعض، اللي بيزقوا بعض على بناء هيكل الله، بيزقوا بعض على الجسد الواحد اللي مركب معا ينمو هيكلا مقدسا لله. هعمل إيه؟ هعمل اختراعات مش موجودة وإن كانت تبدو بسيطة. صدقوني في ناس حتى في بعض الستات ما عنديش أي موهبة بس ممكن تعرف تعمل مش عارف إيه كويس، يمكن تشترك مع أخواتنا في المطبخ كل أسبوع هتعمل لهم مش عارف حلة إيه ولا صنية إيه. مش لازم الحاجة اللي هعملها حاجة اختراعات، لكن اختراعات مش لازم هنسجلها ونعملها patent right، بس اختراعات مسجلة عند الله. وكده ابني ده وبنتي دي تعمل حاجة محدش تاني يعرف يعمل. تعالوا نشوف الكنيسة الأولى طبقت الكلام ده ازاي. افتحوا معايا كده أعمال 6. أعمال 6. أعمال 6. كنيسة اتبنت وبقى فيها شعب وبقى فيه مؤمنين جداد كل يوم بيجوا يؤمنوا بالمسيح. يقول لنا ايه؟ وفي تلك الأيام أعمال 6 من أول إصحاح. تكاثر استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أرى منهم كنا يغفر عنهن في الخدمة اليومية. ف
فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة، أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. نفس الكلمتين اللي قالوا على إسرائيل، لأنه واحد هندور على ناس مملوئين من الروح القدس وحكمة. فده احنا عايزين ناس ترص أكل، مش محتاج قوي بقى روح قدس وحكمة. يقول لك مفيش حد في الكنيسة ينفع يشتغل بدراعه ولا بذكائه، تشتغل بإيه؟ بالروح القدس. تشتغل بإيه؟ بقوة الله اللي فيه. عشان كده السيد المسيح نفسه قال لنا إيه في يوحنا 3 سمعناها الصبح في الإنجيل باكر، لكي تظهر أعمالكم أنها بالله معمولة. مفيش عمل إنساني جوه الكنيسة، لو النظافة، لو طبيخ، لو أي حاجة، هو عمل الله. عشان كده ما ينفعش يتقدم زي العالم. إيه الفرق بين السندوتش اللي أنا هجيبه من هنا وراح أجيبه من أي محل بره؟ إيه الفرق بين درس الإنجليزي اللي ممكن آخده في الكنيسة أو درس الإنجليزي اللي آخده في أكبر جامعة بره؟ إن هنا معمول بالروح القدس، يمكن المدرس نص نص. لكن العمل فيه حب بيتقدم. العمل فيه شهادة ليسوع بتتقدم. الموضوع مش موضوع عن حد نافس العالم، احنا مش هننافس. الكنيسه لا تنافس ولا تنافس، لانها ايه؟ حضور المسيح وسط شعبه، النور وسط الظلمه. عشان كده ما بنعملش عمل زي عمل اعمال العالم. تاني، فكروا ان احنا مدعوين لاختراع مخترعات لعمل الروح القدس اللي فينا. يكمل كده ويقول: فحسن هذا القول امام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا تاني مملوءا من الايمان والروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وارتيناس ونيكولاوس دخيلا انطاقيا الذين اقاموهم الرسل، فصلوا ووضعوا عليهم الايادي. وكانت كلمه الله تنمو وعلى التلاميذ تتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنه يطوعين الايمان. تبيزد على ايه؟ ان احنا لقينا شويه ناس مش هيوعظوا. ده بيقول كده وبيأكد ان احنا مش هنسيب كلمه الناس دول يعملوا حاجه واحده ان هم يخدموا الموائد. طب ده عمل تافه؟ يقول لنا بس خلي بالكوا من حاجه جميله قوي. لما نقرا اصحاح 7 نلاقي الراجل بتاع الموائد ده دي استفانوس والسبعه التانيين، بس احنا بنتكلم على استفانوس اصحاح 7 راجل حافظ الانجيل. الله، واحنا بنقول احنا عايزين واحد يطبخ. انت مالك مال الانجيل؟ اليوم اللي اتملى بالروح القدس مش هيعرف يتحرك من دينامه اللي هيحركه نور كلمة الله. دي استفانوس لما وعظ إصحاح 7، إصحاح 7 تقريبا حكى العهد القديم كله من أول إبراهيم لحد المسيح. جبت الكلام ده منين؟ دي مش شغلتك. يقول لهم أنا لو طباخ أو سوري كناس الكنيسة، النور اللي همشي بيه هو الحق الإلهي. عشان كده يمكن أكون لسه ما قريتش الإنجيل خالص ولا بفتحه في البيت، وهو عمالين يقولوا لنا في الكنيسه نقرا ونقرا طب اصحاح ونص اصحاح وخمس اصحاح، ما عملتش حاجه خالص. لما هتشوف نفسك بناء ومدعو لاختراع مخترعات، هتقول يا رب انا ظلمه، انا محتاج اكون بصلائيل ابن اوري في ظل الله في النور لكي اتمتع بحريه. طب اتنرفزوا عليا امبارح وزعقوا لي في الخدمه، وده قال لي مش عارف ايه، وده كلمني بطريقه سخيفه، يقول لي انت جاي تخدم مين؟ لو جاي تخدم رب البيت ده مش فارق معاك، لو جاي عشان ده يقول لك انت عظيم وده يقول لك انت ممتازه ولا عملتيه ما اتعملش، يبقى في مشكله كبيره. يبقى الكنيسه الاولى مشيت وخدمت الحاجات الصغيره اللي احنا بنقول عليها دلوقتي صغيره، ولكن مفيش حاجه صغيره زي ما قلنا، بالايمان وبقوه الروح القدس. طيب تعالوا نمشي خطوه كمان. افتحوا كده كرونس الاولى 3. كرونس الاولى 3 دي الايه بتاعت المانسكريبت. من واحد اللي لسه عبوله بتقول كل كنيسة لازم تشتغل. مفيش كنيسة هتنام. مش واحد في الشعب هينام. سني صغير، سني كبير، مش عارف عندي ايه، ما عنديش ايه، يقول لي هتشتغل، ليك شغلانة. يقول لنا كده في الصفحة الأول الثالث: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدي. دول كنيسة كرونسوس. يعني إزاي تقول لهم كده؟ هنزعل مش ليك كنيسة. لو أنت تقول لهم أنتوا جسديين ومش روحيين هنزعل. يقول لهم كده بوس في اصحاح 12 كرونس الثانيه: اني كلما احب اني من اجلكم انفق وانفق. طيب وكلما احبكم اكثر
وحب أقل فليكن، مش هكدب عليكم، أنتوا جسديين، لكن أنتوا مش هتزعلوا، أنتوا حرين، بس هقول لكم الحق برضه عشان دوري أعلن الحق. طيب كمل يا قديس بولس. وأنا أيها الأخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون. ليه بقى؟ إيه علامة الجسدانية؟ لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد، قاعد جاي أقارن نفسي بالناس، أقارن نفسي باللي بيخدم إيه ومثلا، ليه أنا اللي أعمل، ليه أنا اللي أنظف مثلا دورات المية وليه ما أعملش كذا؟ وخصام، وما ينفعش تقول إن أنت إنسان روحي، وانشقاق، ألستم جسديين؟ حتى نقط قدام عينك كده، أنا هخدم بس لو ما تعملوليش، لو تعملولي، يقولي لو في حسد وخصام وانشقاق فوق، أنت مش جاي عشان تنشق جسدك، أنت جاي تقاتل الروح. العلامة من الأول خالص كلهم جايبينهم إيه؟ ممتلئين من الروح القدس. كانوا بيوزعوا أكل بس كانوا ممتلئين من الروح القدس. هيعملوا شوية خشب وشوية ذهب وشوية فضة، دي اختراع مخترعات، مملوئين من الحكمة وفهم والروح القدس. مش هينفع نشتغل بالجسد جوه الكنيسة بأي حال من الأحوال. يكمل يقول لنا كده، طب في ناس بتقول احنا تبع بولس، وناس بتقول لهم مين بولس بقى ومين بولس دول؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ والخادمان آمنتم بواسطهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست أو وأبولس سقط، لكن كان الله ينمي. آية 9 بقى اللي هي العنوان بتاع المينستري فير، فإننا نحن عاملان مع الله. يعني احنا ولا حاجة. هو قال كده من الأول إنه هيملى كل واحد بالروح القدس وفهم وحكمة. طيب أنا هبص طب أنا ما أعرفش أضرب مزيكا زي الناس الحلوين دول، صوتي وحش مش زي، يقول أنت مالك؟ دي مش شغلتك، دي مش الموهبة بتاعتك. عشان كده لو أنا هبص لكل واحد أغير من ده عشان بيعمل وما عنديش، وأغير من دي عشان عندها وأنا ما عنديش، تبقى مشكلة. حسد، خصام، شقاق. يقول لي أنتوا جايين مبنيين هيكلا مقدسا روحيا مش جسد أرضي. بالعكس أبقى فرحان قوي لو فهمت الجسد. لو انا جبت كده حاجه غاليه قوي لبستها في ايدي الشمال مثلا، ايدي اليمين هتغير؟ ازاي تبقى نشوف ان كل موهبه جوه الكنيسه هي ملك للجسد كله؟ واحد نجح ليه بنفرح؟ لان احنا نجحنا، احنا كسبنا. واحد حزين، الكلام ده مش نظري، لو انا مصدق ان ده جسدي يبقى اي واحد يتحزن انا كمان قلبي يبقى معاه وبصلي من اجله ان الله يفرح قلبه. عشان كده بولس بيقول لنا فاننا نحن عاملان مع الله وانتم فلاحتنا، لا انتم فلاحه الله بناء الله. طب ما احنا ايه؟ تولز، ادوات في ايد الروح القدس يشدد بعض، نقوم بعض، ناكل بعض، نشجع بعض على الكنيسه، نشجع بعض ان احنا نحضر اجتماع، نسبح، نصلي، بكره عشيه عيد امنا العذراء، عيد ناحيتها والقداس بعدين، نشجع بعض. الناس يقول لا في وسط الاسبوع انا ماليش في القداسات، يعني ايه ماليش؟ او يوم الاحد انا ممكن اجي بس اجي اخد ربع ساعه. يعني التشجيع ان احنا كلنا، انا متخيل كده يمكن اكون غلطان، ان لو قداس بيقول قداس بيبدا سبعه لخمسه هلاقي كنيسه مليانه. دي اصلا احنا جايين قال ملك الملوك، مش ناس تيجي لحد 11 لخمسه بس من 11، ما ينفعش. مش لانه عيب ومش لانه غلط، لانه انا جاي اقابل الملك. نفسي كده مره كل واحد فينا يجربها. احنا قداه رفع بخور باكر 6:30 الصبح، في ناس بتيجي الكنيسه من 6 ل 4 قبليها ب 45 دقيقه. تعالوا شوفوا دول بيعملوا ايه؟ محدش بيشوفهم، هم خمس ست انفار بس كل واحد فيهم بيعمل حاجه لو ما تعملش طب بسيطه قوي، في حاجه بتعطل في القداس. ايه اللي بيخليهم يجوا بدري؟ محدش قال لهم، لكن هم قلبهم احنا جايين نستقبل الملك قبل ما يجي. نعمل كده للاسف في كل المناسبات العامة، لكن الناس بتقول أن الملك يأتي على المسبح يجي كل يوم حد، وممكن يجي كمان السبت ويجي الأربع، ما تفرقش معانا. يقول لنا لا، لو كنتم جايين تستقبلوا نور لاختراع مخترعات هتقدروا الملك اللي انتوا واقفين قدامه. عشان كده بولس بيقول لنا اوعوا تكونوا في الكنيسة تخدموا وأنتم جسدانيين. يجي واحد يقول لك بص أنا الكنيسة مش هخشها تاني. ليه يا عم؟ يقول لك كنت بعمل كذا وكذا وكذا وقالوا عليا وعملوا فيا وجابوا فلانه او فلان يخدم معايا. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا همشي وهتشوفوا بقى هتقع في خدمه ازاي بعد ما امشي. خلي بالك هو المسيح اللي قال مش احنا اللي نقول.
قال كده في يوحنا 15 خلاص، قال بدوني لا تستطيعون. لما انا اقولها بقى اقول انا همشي وهتقع، اسيب لكم الخدمه ودي هتبوظ، يبقى انت تقول ايه؟ دي مشكله كبيره. فاكر نفسك يا المسيح؟ دي كنيسته. هتمشي وتتقمص وتزعل وتسيب الخدمه دي ومحدش هيعرف يعمل مش عارف ايه زيي. يقول لي خلي بالك ان يسوع فقط اللي يقول بدوني لا تستطيعون، لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. وصدق كمان لو هتعمل تخترع اختراعات هي اختراعات مين؟ يسوع الكنيسه، مش عمل انسان. ولو عمل انسان جميل قوي صدقني هيموت بسرعه وهيفشل بسرعه قوي. ثم في ظل ايام ممكن ناس تقول واو ده انت عملت، وبعد شويه نلاقي الثمر صفر. لكن قدام الناس انت خدت المجد الباطل. عشان كده اللي سمعناه النهارده الصبح في الانجيل تاني، جه يوحنا قال لنا عايزين تفرحوا؟ ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. ولو ده حصل ايه اللي يحصل؟ يبقى كده فرحي هذا صار كاملا. يقول لي كده انا جاي عشان ما بانش. عايز مين اللي يظهر؟ ذاك يزيد واني انقص. كل مره اقول عايز ابان وعايز اظهر وعايز اعمل، الاقي نفسي ايه؟ بخسر. والاقي نفسي ايه؟ ما بتتحول الى حاجه وحشه قوي. لكن يقول لي كده حتى قالها لنا كذا مره في يجي متى صح 6، كل مره يقول اعمله بس في السر. عشان ايه؟ وابوك الذي في السماوات يجازيك علانيه. لا انا عايز العلانيه دلوقتي، مش فارق معايا اي حاجه. يقول لي مش هناخد حاجه لا هنا ولا هناك. خلي بالكم اعمالنا اللي احنا حاسين ان احنا عملناها اجرتها راحت في المديح. اعمالنا اللي احنا مخبيينها عن نفسنا مش عن الاخر، اللي قال بيقول انا ما عملتش حاجه بجد، هي دي الاعمال اللي ليها اجره ارضيه ما ابدعش وليها ابديه في الاخر. خليني اختم معاكم بالكتاب اللي قراناه من شويه، فاننا نحن عاملان مع الله وانتم فلاحه الله بناء الله. كلمه عاملان هنا باليوناني سينرجي او سينرجيه باليوناني، يعني ايه؟ يعني الله هيديني نعمه، هيديني قوه الروح القدس، هيديني فكره لاختراع مخترعات وانا هعمل ايه؟ اطلع اعمل. لكن اللي هيكسل ما خدش حاجه. بولس لما قال ان احنا عاملان مع الله قال لك انا ما عنديش حاجه، لا انا لا بولس ينفع ولا بولس. لكن احنا قبلنا نتفق ايه؟ يحركنا. الاسبوع الجاي اتمنى كلنا بلا استثناء، كل واحد يكتب اسمه واي خدمه. لكن مثلا هنلاقي في الاخر مثلا 40 واحد عايزين يقدم خدمه المرضى. طب احنا ما عنديش مرضى كفايه. طب هنقول لك مثلا او نقول لك ممكن تخدم في كذا، في المطبخ، في الجريتس، في اي حاجه ثانيه. يقول لا يا كده يا بلاش. خلينا فليكسبل. احنا عايزين نخترع مخترعات لمجد الله لبناء الجسد. نخلي كل واحد هيبقى فيه اي ثينك 3 4 اوبشنز واكثر. لو لقينا ان في حاجه اتملت من 4 اوبشنز هنفيه اقتراح خامس، ممكن تعمل حاجه ثانيه وتعمل حاجه ثانيه. خلي قلوبنا كلنا مرفوعه على الله، ولو احنا ادوات املاها بالنعمه. خلينا في ظل الله في نور وحريه لنعمل كبناء هيكل واحد مقدس ينمو معا. لو المجد الدائم في كنيستنا الان والى الابد امين.